My topic is the value of rejection, أو قيمة الرفض. Have you ever been rejected before? Does anyone in this auditorium been rejected before? هل في أي أحد في القاعة اليوم تم رفضه؟ All right. I've been rejected and proud, as you are. أنا تم رفضي وبكل فخر. خليني أقول لكم على قصة بسيطة. المسرح هذا له مكانة كبيرة في قلبي. ألقيت فيه محاضرات. قدمت فيه مؤتمرات. حضرت فيه دورات وورش عمل. حضرت فيه اجتماعات على جميع المستويات. لكن وقفة اليوم إحساسها جداً مختلف. وقفة اليوم رجعتني ل15 سنة للخلف. أول ما تخرجت من درجة البكالوريوس قبل 15 سنة and please do not count my age. لا أحد don't calculate my age، لا أحد يحسب عمري. قبل 15 سنة لما تخرجت من البكالوريوس قررت إنه أنا أكمل درجة الماجستير. وقررت إني أسافر لمدينة بريسبين في كوينزلاند في أستراليا عشان أكمل درجة الماجستير في University of Queensland بريسبين أستراليا في تخصص الملوكيولر جينيتكس. وكانت واحدة من متطلبات الملوكيولر جينيتكس إنه أنا أو واحدة من متطلبات الماجستير إنه أنا I have to give a course called Literature Review and Seminar. وهذا السيمينار كان لازم أقدم talk in front of 50 native English speaker full professors, academic, and international students all over the world. ومن هنا بدأت الصدمة. نقدم talk in front of 50 native speakers, international students all over the world. أنا, I can't. لا يمكن. لا يمكن أقدم talk. أنا ما أقدر أقدم talk قدام أشخاص. فما بالكم أقدم قدام full professors. ومن هنا بدأت الأفكار. إيش هعمل؟ طبعاً أول فكرة اوكي خلاص انت يو هاف تو تشينج نغير التخصص ندور على تخصص ما في برزنتيشن طبعا دورت على تخصص ما في برزنتيشن ما لقيت ولا تخصص في الحياه ما في برزنتيشن الاوبشن الثاني والخيار الثاني كان انه انا يو نو وات انا حارجع وما بدي اكمل ماجستير وبرجع السعوديه وخلاص نو نيد اي دونت هاف تو دو ذس لكن الاوبشن الثالث والخطير واللي كان فيري انترستينج هو إنه University of Queensland كانت على الريفر وكانت مدينة بريسبن مشهورة بالفلودز والفيضانات فقلت إن شاء الله يجي فيضان وتغرق الجامعة ونخلص ويصير ما في assessment وأخلص من الموضوع ده كله لكن اللي حصل للأسف ما كان season of flood ومن هنا اضطريت إنه أنا I give that talk I remember the day of that talk it was on the 27th of April 2009 وأنا طلعت على الستيج in front of the professors وكنت I was shaking, my hand was shaking. By the end of the talk, or by the end of the presentation, the result was D. مين اللي ياخد D؟ أنا؟ أنا طول عمري A plus student. لكن my curiosity وفضولي ما سمحت لي أبداً إنه أنا أقبل بالعلامة هذه. I went to Professor Y. And I told him, Professor, why I got this mark? And he said, come on, إخلاص. Your presentation is supposed to be rejected. You were shaking on the stage. And they told him, my presentation is rejected. أنا عمري ما تعودت على كلمة rejection. الكلمة هذه كان ليها أثر كبير عليا خلاني أقدر أدي اشتغلت على نفسي with my persistence and my resilience خلاني أشتغل على نفسي لين ما قدرت أنا اليوم أدي المحاضرات اللي كنت بقول لكم عليها في بداية التوك وخلاني أوقف اليوم في TED Talk to give you this presentation. خلال تحضيري لTED Talk I consulted my colleagues. استشرت واستخرت وما خاب من استشار. I consulted my colleagues, few of my colleagues here in the college, on the topic. فجأتني one of my colleagues and she said, Doctor إخلاص, please, 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 do not talk about rejection. I don't see you as a rejected person. Don't say that about yourself. You only have that skills. You're turning every negative situation to a positive one. And they told her, you know what? And I never thought of that.
بس believe me إنه الريجكشن هذا كان له impact كبير على what I'm doing right now. And listen to the second story. أول ما خلصت الماجستير قررت إنه أنا بدي أعمل الدكتوراه في تخصص الملاكيولار جيناتكس والتحقت بأحد البايونيرز جروب في نفس الجامعة University of Queensland. ومن هنا تم قبولي مع بروفيسور اكس. بروفيسور اكس قال لي اوكي خلاص انا will accept you واديك الاوفر بس I will try you one, I will try your performance for 1 month. I will try you for your 1 month and I will give you my decision. By the end of that month اللي حصل انه بروفيسور اكس he called for a meeting and he said خلاص I want to talk to you. And they said what? And he said, I'm sorry. You are not for PhD. And they told him why? He said, you are rejected. وهذا كان ال second rejection اللي كان in my life خلاني أحس وأشعر بكل ال negative thought, low self-esteem, low self-appreciation وكل حاجة negative في الحياة. I went back home. I cried for 48 hours. لكن بعد ال 48 hours طلعت ال skills اللي my colleagues she told me about that I'm turning every negative situation to a positive situation. وهنا صحيت الصباح وقررت انه انا انضم لاحد الجروبات الاخرى وانضميت مع جروب في الملاكيولار نيوروساينس اند جيناتكس. And thank you so much Professor Zed for accepting me in your group. And وكملت درجة الدكتوراه في اقل من 4 سنوات وحصلت على درع الملحق الثقافي من استراليا في مدينة من استراليا. حصلت على الدرع طبعا بس ماي يعني ماي كيوريوسيتي اجين اي سنت ا ايميل تو بروفيسور اكس تيلينج هيم ذات بروفيسور اكس ام نوت ا فيلير ام ا بيتش هولدر. ماي My رسالتي لكم رجاء لا أحد يقول دكتور إخلاص الريجكشن has a value. الريجكشن has a value لو لا أحد يرسب في مادة، لا أحد ينحرم في مادة، لا أحد ما ينقبل في اختبار الهيئة، لا أحد ما ينقبل في تخصص، لا أحد يرسب في ينقبل ما ينقبل في وظيفة ويجي يقول دكتور إخلاص قالت الريجكشن has a value. الريجكشن has a value if you have the persistence الإصرار resilience المرونة في اتخاذ القرارات وطبعا دائما وابدا الباشن واخيرا الورك هارد والعمل الجاد وطبعا السبورت فروم ايفري ون اراوند اس. انا دائما في مكتبي بيجوني طلاب بيقولوا لي دكتوره بيدخلوا لي ويقولوا لي دكتوره انا انحرمت في ماده، دكتوره انا ما انقبلت في التخصص، دكتوره انا ما عديت اختبار الهيئه، فاكون انا ام سمايلينج تو ذم. فهم يكونوا يعني مستغربين دكتورة خلاص ليش بتضحكي يعني الموضوع ما يضحك، لكن أنا أكون I'm smiling because I'm seeing myself on them. وعلشان أنا دائماً I believe in something إنه بعد مرور أعوام ستدرك أن الله حين منع عنك ما كنت تحبه وتلح عليه لم يكن إلا ليعوضك بأجمل مما مضى ليرضيك ويرضي قلبك. وأتمنى أني أكون وصلت لكم رسالة ملهمة وشكراً لكم، شكراً على حضوركم. أهلاً وسهلاً.